شركات السياحة واحدة من القطاعات الأكثر تأثراً بأي ظروف اقتصادية، وهي قطاع في تحدي حقيقي دلوقتي في الكام سنة اللي احنا فيهم دول. هيكمل وهيكمل ازاي وهيعمل ايه عشان يكمل؟ لكن ده ما يمنعش ان في شوية حاجات أحياناً بعض اللي بيشتغلوا في شركات السياحة بيعملوها كده بتلخبط المستخدم وبتخلينا نصنفها تحت مسمى أشهر 10 أكاذيب بتحصل في التعامل مع شركات السياحة. الكذبة الأولى: تكاليف الرحلة 4000 جنيه بس. الكلمة دي من أكتر الحاجات اللي بتضايق، مش عشان 4000 جنيه رقم كبير مثلاً على رحلة كاملة، لكن لأ، لأنك بتتفاجئ بعد ما توصل أنه عندك ضرائب وعندك قيمة مضافة وعندك رسوم ما كنتش تعرفها. فالمفاجآت دايماً في الفلوس مش حلوة إلا لو كانت خصم مثلاً. الكذبة الثانية هيقول لك، ودي تحديداً بقى في رحلات الحج والعمرة، يقول لك الفندق بتاعك بيطل على الحرم مباشرة. شركات السياحة المتخصصة في الحج والعمرة دايماً هتقول لك أنت قريب من الحرم المكي جداً، ده أنت بتطل من الشباك. الحقيقة أحياناً بتبقى صادمة. نفس الجملة دي بقى بتنطبق لما يقول لك الشاليه أول صف على البحر، أو الشاليه بيشوف البحر، ويطلع معاك الراجل يقول لك إيه بقى وهو بيوريك الشاليه، أهو 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 بص كده البحر أهو. مين حصلت معاه؟ الكذبة الثالثة أنه شركتنا ما فيهاش عميل بيرجع يشتكي. طبعاً هو يتمنى أنه ما فيش عميل بيرجع يشتكي، بس أصلاً ما فيش شركة في الدنيا ما فيهاش عميل بيشتكي، وتحديداً شركات السياحة، لأنه أصلاً إرضاء الناس حاجة صعبة، والسياحة أصلاً من المجالات اللي هو غالباً بيتعامل مع تفاصيل تانية كتير ما تخصوش، فهو ما يقدرش يضمن بنسبة 100% أنك لما تنزل الشارع ما تتضايقش، أو أنك لما تروح المكان ما يحصل لكش حاجة خارجة حتى عن الخدمة اللي هو بيقدمها. بيقولوا دايماً كده أن الشغالين في السياحة فلوسهم كلها دولارات. حد جرب يشتغل في السياحة قبل كده؟ بجد؟ شفت الدولارات ولا لأ؟ ولا أي حاجة. الدولارات دي تروح في حتة تانية. تشتغل في شركة السياحة عنده تحدي كبير جداً، ومش دايماً يعني بتبقى المكاسب كبيرة، بالذات في ظروف اقتصادية متقلبة ومتغيرة. في بما أن في ناس هنا اشتغلت في السياحة، أنه دايماً اللي بيشتغل في السياحة لازم يتجوز أجنبية. ليه؟ ما عرفش تقال كده. ده بيشتغل في السياحة بقى عشان بيتعامل مع أجانب، لكن في الغالب يعني أنه مش لازم أبداً أن مراته تبقى ليندا أو ماتيلدا، هو ممكن يتجوز مروة ونانسي عادي زي بقية الناس. كلمة سياحي يعني مميز، دي كذبة. مش كل حاجة يتكتب عليها سياحي مميزة، دي صورة ذهنية. الناس فاكرة أنه سياحي ويقول لك دي الدرجة السياحية يعني غالي، لكن سقف الطموحات، وإحنا لسه كنا بنتكلم عن متلازمة باريس، فسقف الطموحات ساعات بيحبطنا كتير قوي. ودي الكذبة السابعة: شركات السياحة رأس مالها كبير. الحقيقة دي كل الناس فاكرة كده، لكن الحقيقة أنه إن ممكن تبتدي شركة سياحة برأس مال معقول والأمور بتمشي واحدة واحدة، لكن مش شرط أبداً يكون عندك رأس مال كبير، هي في الأصل تقديم خدمة. كذبة تامنة: هتشوف في الحقيقة زي ما شفت في الإعلانات. الموضوع ده محبط جداً، لأنك لما بتشوف في الإعلان بتشوف الصورة المثالية، لكن ما بتشوفش أبداً موظف شباك التذاكر، أو المكان اللي هتروحه هيبقى نظيف ولا لأ، أو الشباب اللطاف اللي هيبقوا في المكان هيضايقوا الأجانب اللي معاك ولا لأ، صح؟ فأنت طول الوقت معرض أنك تقول كلام اللي مش قادر تلتزم بيه. الكذبة التاسعة: ممنوع إقامة السيدات بمفردهم. ودي بعض الفنادق بتقولها، ومؤخراً بقت حاجة من الكذبات والتضليل اللي أصحاب بعض المنشآت بيعملوها، مش شركات السياحة لكن أصحاب المنشآت بشكل فردي، وبتسبب غضب حقيقي، لأنه أصلاً ما فيش قانون بيقول كده، وما فيش أبداً بالتأكيد أي تهمة جاهزة تتحط لأي ست بتبيت في مكان لوحدها، صح؟ موافقين؟ كذبة العشرة: أنه السياحة يعني فرفشة وسهر وسفر. برضو غالباً لازم أسأل الناس اللي اشتغلت في السياحة، حصل؟ حتى لو حصل بيبقى قصاده ضريبة كبيرة جداً، أنه جنب السفر والفعاليات الكتير اللي في المهنة دي في حياة مش منظمة وفي روتين، وفي أنه حياتك طول الوقت فيها طوارئ وفيها ناس طالبة منك حاجات. خد نفسك شوية وارجع نكمل تحديات شركة السياحة. بقى في التحديات، لأنه تحديات شركة السياحة تحديات كبيرة جداً وخارجة برضو عن إرادته.
أولها الأحداث العالمية. أي حدث بيحصل في أي حتة في العالم ليه تأثير على قطاعات كتيرة طبعاً، لكن أولها القطاع السياحي. التحدي التاني هو تقلبات الدولار، العملة اللي ممكن الهزة فيها الدولار أو اليورو، ارتفاع أو انخفاض ممكن يلخبط له خطط وحسابات معمولة لمدة سنة قدام. التحدي الثالث لأي حد بيشتغل في المجال ده طبعاً الأجازات. في ناس كده معروف إن هي الأجازات دي بالنسبة لها هي موسم الشغل، فاللي بيشتغل في السياحة هو ما عندوش فكرة إنه يقضي العيد مع أهله أو إنه هياخد الأجازات في المواعيد الطبيعية للناس اللي بتاخد الأجازات. التحدي الرابع تحدي غريب شوية وليه دعوة بالتقنيات الجديدة، اسمه صناع المحتوى. كتير دلوقتي من صناع المحتوى بيقدموا حاجات جميلة للترويج عن السياحة وترشيحات وطرق حجز، وكمان بقوا بيساعدوا الناس في حجز الفنادق في الأماكن اللي هيروحوها كجزء من حملات الدعاية. أي حاجة بتنافس شركة السياحة في شغلها دي خطر وتحدي، هو مش لازم يخاف منه بس محتاج يتعامل معه. في منافس تاني لشركات السياحة هو تطبيقات الموبايل والإنترنت. دلوقتي ممكن وحضرتك قاعد هنا أو أنا قاعدة هنا أختار مكان في حتة واختار الفندق والطيارة واحجز وادفع، صح؟ فدور شركة السياحة اللي كان بيقعد ينصحك ويقول لك واسمع مني والمكان ده حلو تقريبا بيختفي. هم هيعملوا ايه وهيطوروا من خدماتهم ازاي؟ دي تحدي كبير. القوانين، القوانين من الحاجات المؤثرة جدا على القطاع السياحي، لانه اكيد التشريعات والقوانين في اي بلد بتأثر بشكل كبير جدا على السياحة. تخيل مثلا لو عندك فوج عايز يطلع في بلد وانت عارف ان البلد دي مثلا مش قوية قوي أو مش شديدة في تطبيق القانون على المخالفين، أو بينتشر فيها مثلاً السرقات، هتبقى مسؤولية كبيرة جداً على شركة السياحة. التحدي السابع إرضاء العميل. الشركات طبعاً عندها تحدي ضخم هو إرضاء العميل، لأن العميل عنده هدف في السياحة بالمناسبة صعب شوية. ممكن وأنا بشتري حاجة عادية بيبقى الهدف بتاعي تمن قليل أو خدمة سريعة، صح؟ في السياحة أنا عايز تمن قليل وأحسن خبرة وأفضل حاجة، فالدول التلاتة دول يتجمعوا مع بعض حاجة صعبة جدا. التحدي التامن هو اقتصاد المواطن، دي مشكلة وتحدي حقيقي. الشخص اللي كان بيقدر يوفر من ميزانيته شوية فلوس عشان يعمل بيها سياحة داخلية أو خارجية، دلوقتي بقت الظروف الاقتصادية مختلفة، فتحدي أنه أصلاً يقدر يقدم حاجات مناسبة لاقتصاد الناس في الوقت ده وفي البلد دي وفي الزمن ده صعبة جداً. التحدي التاسع الخوف من التنقل، ودي ظاهرة عند ناس مش بتسافر ولا بتروح أماكن جديدة بسبب الخوف. الشركات بقت بتسوق لرحلاتها بالفكرة دي حتى، أنه أو الإحساس بالغربة يعني في مكان، فهو بيسوق بطريقة أنه وكأنك هتبقى في بيتك، عشان في بعض القطاعات عندها الفوبيا دي. التحدي العاشر هو السياحة الداخلية. هو مش تحدي لشركات السياحة ولا حاجة، بس أحياناً سلوكيات الناس في السياحة الداخلية بتضر بالصناعة وبتضر بشركة السياحة اللي احنا متعاقدين معاها أو طالعين معاها. أنا في التحدي ده بالذات عايز أخد رأيكم، ممكن كم حد راح مرة مكان وحس إن طريقة الناس صعبة قوي وإنه يا ترى الأوتيل ده هيعمل إيه بعد ما الناس دي تمشي؟ حصل؟ ما تحكولي حاجة، يعني إيه أكتر حاجة في سلوكيات الناس بتحسوا إنها بتضر قوي بالسياحة الداخلية؟ أنا هتكلم عن حاجة للسياحة، حاجة داخلية في مصر يعني عن السياحة، هي الأهرامات. لما إحنا بنروح الأهرامات بتلاقي الناس اللي هي بتأجر الكاريتا والجمال وكده بتتعامل بطريقة مش أحسن حاجة، وبندفع فلوس كتير قوي وإحنا يعني قصاد الخدمة دي، يعني مقابل الخدمة. يعني لدرجة أني أنا كنت واقفة بتصور، فحد من الموجودين قال لي هتصورك، فأديت له موبايل صوري فأخذ مني فلوس كتير قوي مع أنه هو موبايلي والصورة هو كويس أنه ما أخذش الموبايل شخصيا. شكرا مرسي. على كل حال أنا متأكدة أنه في أجيال جديدة هتغير حاجات كتير من السلوكيات اللي كانت غلط، لأنه في سلوكيات غلط، وبالمناسبة في كل مكان في الدنيا في سلوكيات غلط، بس بيجي حد يكسر الدايرة بتاعة الغلط ويقول أنا عن نفسي مش هعمل كده.